لكن قد يفسد الحج ولكنه لا يبطل. انتبهوا بين الفساد وبين البطلان. قد يفسد لكنه لا يبطل. يفسد ما الذي يفسد الحج؟ إذا جامع أهله قبل التحلل الأول. قبل التحلل الأول جامع أهله يفسد الحج. يعني إنسان محرم بالحج مثلا قال لبيك اللهم حجا وجاه إبليس يوم الثامن مثلا يوم التروية أو يوم السابع مثلا وجامع أهله وهو محرم بالحج، يقول يفسد الحج ولكنه لا يبطل. شو الفرق؟ قال يتم فاسده، يكمل يروح منى ويروح عرفة ويروح مزدلفة لكن ما له حج، لكن يلزمه أن يتمه ولو فاسد، يلزمه أن يتمه ولو فاسد طالما أنه جامع أهله قبل التحلل الأول. كذا من جامع أهله في عرفات أو جامع أهله في مزدلفة، وهذا يحدث، حدثني أحد أنه جامع أهله في مزدلفة والعياذ بالله، عندهم فان وما شنو قص عليه الشيطان، نايمين بالفان قص عليه في مزدلفة وجامع أهله والعياذ بالله. فالقصد أنه من جامع أهله قبل أن يتحلل، والتحلل الأول فعل واحد اثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة الكبرى، الحلق أو التقصير، والطواف. هذه الثلاثة إذا فعل اثنين منها، طواف الإفاضة طواف الحج اللي بعد عرفة، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الأول، إذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل اللي هو التحلل الثاني. فمن جامع أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول، يعني في منى أو قبل منى أو في عرفة أو في مزدلفة أو حتى بعد مزدلفة ولم يفعل اثنين من ثلاثة، فإنه يفسد حجه إذا جامع أهله قبل التحلل الأول.